طبعا امبارح العالم كله حبس انفاسه في انتظار لقاء الطفل ريان وخروجه من البئر. 5 ايام واخبار ريان يعني كانت متصدره كل وسائل الاعلام وكل وسائل التواصل الاجتماعي، لكن للاسف خرج ريان من البئر فقيدا للحياه في مشهد كان مبكي ومؤثر للغايه للجميع. الكل يمكن رغم صعوبة الأمل، لكن كان عندنا أمل في معجزة إنه ربنا يعني طبعا قادر على كل شيء. والقصة الحقيقة كانت واخدة منحى إنساني كبير جدا مع كل الناس، العالم كله تابع القصة على مدار 5 أيام وكان منتظر النهاية السعيدة وكان منتظر لقاء ريان، لكن إنها مشيئة الله والله هو أكبر دائما يعني، وربنا يرحمه ويصبر أهله ويربط على قلوبهم ويصبر كل المغرب الشقيق. ريان صاحب 5 سنوات الذي نادى العالم أجمع لإنقاذه بعد أن سقط في بئر عميق طوله 35 مترا تقريبا في يوم الثلاثاء الماضي بين دموع أمه وأنين الطفل داخل البئر. تحركت عاطفة الشعوب لتحاول فرق الإنقاذ جاهدة في كل يوم أن تنقذ ذلك الطفل المغربي الصغير وتخرجه من أعماق الأرض. 5 أيام في الظلام بدون طعام أو ماء وبأنفاس معدودة لنضرة الأكسجين، ينجح فريق الإنقاذ بعدها في إخراجه. وبين فرحة العالم أجمع بإنقاذ هذا الطفل، يدركون بعدها أن الأوان قد فات ومات ريان، وماتت معه فرحة العالم بنجاته. رحم الله شهيد البئر الصغير ريان. طبعا كانت لحظات صعبة ولحظات قاسية، كلنا كنا في انتظار خروجه، لكن إرادة الله فوق كل شيء. خالص عزائنا لأهله ولأسرته ولذويه ومحبيه، وعسى ربي أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة.